بالنسبه للشاي غادي نخفضوا من الرسوم الجمركيه حسب واش الشاي معلب ولا غير معلب. غادي نخفضوا من الرسوم الجمركيه بالنسبه للشاي المعلب من 40% الى 32.5%، وغنخفضوا من الرسوم الجمركيه على الشاي الغير المعلب من 32% ونص ولا 25% الى 2.5%. علاش هذا الفرق؟ لان بغينا نشجعوا التصنيع ببلادنا ونخلقوا فرص الشغل، ولكن في نفس الوقت غادي ترفع الضريبه على القيمه المضافه من 14 الى 20. ملي كنديروا العمليه حسابيه هذا الشيء غيكون عنده اثر على تقليص ديال الثمن ديال الشاي في اطار طبعا المنافسه لانه قطاع تنافسي، وفي اطار هذا التخفيض الكبير جدا فيما يتعلق بالرسوم الجمركيه. انا تيبان لي انا في نظري ان النقصان في السعر ديال ماده الشاي بالنسبه للمواطن فهي مساله مزيانه ومساله مربحه بالنسبه للمواطن، لانه هو المستفيد الاول من هذا من هذا من هذا 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 النقصان في السعر. كبرت غير بالخبز واتاي باش كبرنا، دابا القهوه كنشرب قهوه بات بروبليم، يعني اتاي ماده زوينه ومزيان لعباد الله ومزيان للدراري الصغار، واتاي راه حدته راه صحه الانسان، ماشي بحال شي اللي كيشرب قهوه. دابا مثلا كنشرب قهوه يومين جوج كيسان عندي ديال القهوه في النهار، ماشي بحال كنشرب اتاي قهوه شكل واتاي شكل. والتخفيض المتوقع في السعر؟ التخفيض المتوقع في السعر بالنسبه للدرويش راه مزيان ليه، يعني الدرويش راه مزيان ليه، لا نقصوا من اتاي ماشي بحال هما نقصوا في اتاي زادوا في السكر. علاش؟ خصهم ينقصوا من السكر ونقصوا حتى من اتاي، قادوا لهم الموازنه ديالهم. واش نقول لك؟ المغرب دائما المغرب، واتاي هو اتاي. القضيه ديال غادي ينزلوا في الثمن ديال الشاي حاجه مزيانه، سيرتو الناس اللي ما بحالهمش، يعني غادي تولي عندهم استطاعه باش ياخذوا الشاي وباش يوليو يستهلكوه يوميا. وهذه غير كاين واحد التساؤل، واش الجوده ديال الشاي هي نفسها اللي كانت شحال هذه؟ بالنسبه لي كمستهلك فينال هذا البرودوي هذه مساله مزيانه، انا ككونسوماتور الى هبط الثمن ديالو هذه مساله مزيانه. كتبقى حوايج اخرى اللي داخله في الاقتصاد الكبير، واش غتسلك الحكومه وغتسلك الناس اللي ساهرين على القطاع؟ ما عرفتش هي واش كاينه منافسه، ما عرفتش. بالنسبه لي انا كمستهلك فينال شيء مزيان.